بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك زينر. النهاردة إن شاء الله هتكلم عن معلومة مهمة في برنامج الأوتوكاد. المعلومة اللي هتكلم عنها خاصة بأمر في بي لاير أو فيو بورت لاير، ده بنستخدمه في الفيو بورت. أنا عندي 3 فيو بورت هنا أهو زي ما شايفين، أدي 1 2 3، وعايزة أعمل فريز لبعض اللاير الموجودة إن أنا بخفيها أو فريز مرة واحدة. اما بعمل فريز لفيو بورت واحد او لكل الفيو بورتس الموجوده، فانا هاجي اقول له في بي لاير، ظهرت لي بالشكل ده كده. وهنا في اكتر من اختيار، انا المحتاجاه هنا امر فريز اللي انا هتكلم عنه النهارده، فانا هدوس عليه. تمام، هنا بيقول لي اكتب اسم اللاير او بعمل سيلكشن على اللاير اللي انا عايزه اعمل ليها فريز، فانا هدوس بيمين الماوس انتر. تمام، واختار اللاير. انا دلوقتي واقفه على الفيو بورت ده، فانا هختار مثلا اللاير اللي عندي دي، بشيل الهاتش اللي موجود في النص ده. تمام، وبعدين ادوس بيمين الماوس. هنا بيديني عده اختيارات، اما ان انا بعمل فريز لكل الفيو بورت ان انا بختار اول، او ان انا بعمل سيلكت وبختار الفيو بورت اللي انا عايزاه، او ان انا بختار الكرنت على الفيو بورت اللي انا شغال عليها اللي انا اخترت منها اللي هي دي. تمام، طيب يبقى انا هاجي اعمل كرنت كده، وبعدين هدوس تاني انتر، على طول شال لي زي ما شايفين اللي انا علمت عليه الجزء اللي كان هنا، الهاتش اللي كان موجود في الريسبشن هنا شالهولي، ما شالهوش في بقيه الفيو بورت. طيب انا هاجي اقول له اندو، انا هاجي اختار الفيو بورت، هدوس عليه كده، فانا اخترته عملت عليه سيلكشن. عندي في تكست موجوده اهي في كل الفيو بورتس الموجوده، فانا هقول له في بي لاير وبعدين انتر وبعدين فريز. هنا هكتب تكست اللي هي لاير تكست، وبعدين هدوس بيمين الماوس انتر واختار اول بالشكل ده كده، وبعدين ادوس انتر، شالها لي من كل الفيو بورتس اللي موجوده. لو رحنا عند اللايرز فوق، ادي عندي فريز اهي، دي اللي كانت خاصة بالسيارات مقفولة زي ما احنا شايفين كده، نفس الكلام التكست بالشكل ده كده. عايزة افتحها بدوس عليها، بدوس عليها بالشكل ده اتفتح لي التكست، لكن هنا اتفتح لي فين؟ اتفتح لي بس في الفيو بورت اللي انا محددها. ممكن انا احدد الفيو بورت دي، نفس الكلام لو انا حددت الفيو بورت دي اهو، هلاقي التكست هنا مقفولة بفتحها بالشكل ده اهو. زي ما احنا شايفين كده. بكده انا خلاص الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصل كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.